warahmatullahi wabarakatuh. أهلاً بكم يا أصدقائي. هيا بنا نتعلم الأشهر الهجرية. الأشهر الهجرية يا أصدقائي 12 شهراً في السنة، وهم محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأول، جمادى الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. هذه هي الأشهر الهجرية. هيا بنا، كم عدد الأشهر الهجرية في السنة؟ صحيح، 12 شهرا في السنة. ما هو اسم الشهر الأول في السنة الهجرية؟ أحسنتم، شهر محرم. ما هو اسم الشهر الذي يصوم فيه المسلمون؟ ممتاز، شهر رمضان. ما هو الشهر الذي فيه عيد الفطر؟ ممتاز، شهر شوال. ما هو الشهر الذي يحج فيه المسلمون؟ رائع، شهر ذو الحجة.